السلام عليكم ورحمة الله. في أغرب مباراة بتاريخ الأولمبياد، المغرب يدشن مشواره بفوز مثير على الأرجنتين. تغلب المنتخب المغربي الأولمبي على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف في إحدى أغرب مباريات مسابقة كرة القدم ضمن الأولمبياد. وتم استئناف المباراة التي جمعت بين الطرفين لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات الألعاب الأولمبية باريس 2024 لثلاث دقائق بعد قرابة ساعتين على إيقافها بسبب دخول الجماهير. وتم إلغاء الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني مباشرة بعد استئناف المباراة بداعي التسلل، لتشهد الدقائق الثلاث المتبقية استماتة دفاعية لا الأسود حتى صافرة النهاية. وبالعودة لأطوار المباراة، بدأ الفريق الوطني بممارسة الضغط على الأرجنتيين منذ الدقائق الأولى للمباراة بحثاً عن افتتاح التسجيل. وكاد إلياس أخوماش أن يسجل أول أهداف المنتخب بعد تسديدة قوية في حدود الدقيقة 37، لكن الحارس جيرونيمو رولي نجح في إبعاد الخطر عن مرماه. ونجح المحترف في نادي العين الإماراتي سفيان الرحيمي في افتتاح التسجيل لصالح النخبة الوطنية في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي من الشوط الأول بعد مجهود جماعي منسق رفيقة أخوماش وبلال الخنوس. وبعد الاستراحة تحصل المنتخب المغربي على ركلة جزاء تمكن رحيمي من ترجمتها إلى هدف ثان في الدقيقة 51، وتمكنت كتيبة خافير ماسكيرانو من تقليص الفارق بهدف من توقيع جوليانو سيميوني في الدقيقة 69، وأدرك المنتخب الأرجنتيني التعادل في الوقت بدل الضائع في حدود 19 من الشوط الثاني عن طريق أنطونيو، قل أن يتم ألغاؤه بعد استئناف المباراة التي توقفت لأزيد من ساعتين بسبب دخول الجماهير. أعزائي المشاهدين، شكرا على المشاهدة، نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.